أعزائي كل محبي ودارسي اللغة الفرنسية في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات دراسة اللغة الفرنسية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن الجنسيات، ليه ناسيوناليتي. هنتعلم مع بعض نقول هو زائد الجنسية، يعني مثلا هو مصري، هو مغربي، هو جزائري، وهكذا. هنقول مع بعض إيلي أفريكان، إلي أفريكان. هو يكون إفريقي، هي تكون إفريقية. نشوف الجنسية اللي بعد كده، إلي بريزيليان، إلي بريزيليان. إلي أمريكان، إلي أمريكان. إلي أزياتيك، إلي أزياتيك. إلي أستراليان، إلي أستراليان. إلي أنجلي، إلي أنجليز. إلي بلج، إلي بلج. إلي كوريان، إلي كوريان. إلي إيجيبسيان، إلي إيجيبسيان. إلي سيريان، إلي سيريان. إلي باريزيان، إلي باريزيان. إلي فرنسي، إلي فرنسيز. إلي تشاديان، إلي تشاديان. وبكده نكون انتهينا من الفيديو بتاع النهاردة واللي بيتكلم عن الجنسيات. الدفواخ بتاع النهاردة هو انك هتقول جنسيتك وكمان تقول جنسية صديق لك. فمثلا اقول Je suis Égyptien. Je suis Égyptien. انا مصري. Mon ami est باريزيان. منتظر كل إجاباتكم وكل استفساراتكم. إلى اللقاء في الفيديو القادم. Au revoir. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى كمان إنكم تعملوا 3 أشياء مهمة جدا. 1 لايك للفيديو، 2 كومنت للفيديو، 3 شير للفيديو. عندي أمل إننا نعمل شير للفيديو 100 مرة، وكل اللي هيعمل لايك أو كومنت أو شير للفيديو سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك هيكون ليهم عندي هدية حلوة جدا. شكرا وأشوفكم في الفيديو القادم. أهو.